صباح الخير عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى جولة جديدة في الصحافة العربية. استحوذت أخبار الأزمة العراقية على اهتمامات معظم الصحف، فنقرأ من الشرق الأوسط تحت عنوان السيستاني أفلى بحمل السلاح ضد داعش ودعا للتوحد وترك الخلافات. فقد أفدى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني بضرورة حمل السلاح على كل القادرين لمواجهة تنظيم داعش الذي يسيطر الآن على عدة مدن وقصبات شمال وشمال غربي العراق، ويهدد بالزحف على مدينتي كربلاء والنجف المقدستين لدى الشيعة. في حين كتبت الحياة اللندنية بعنوان صدمة العراق ترفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر، فقد قفزت أسعار العقود الآجلة لنفط برنت إلى أعلى مستوى في 9 أشهر قرب 114 دولار للبرميل، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بعدما هددت الولايات المتحدة بعمل عسكري في العراق ضد مسلحين متشددين سيطروا على بلدات ومدن ويتجهون صوب بغداد. فيما يبدو فإن أحداث العراق تحرك خلايا نائمة لبنانيا، هكذا كتبت السفير اللبنانية وقالت استحواذ اجتياح داعش الموصل ومدنا ومناطق عراقية عدة عند مشارف بغداد استحوذ على اهتمام لبناني كبير سياسيا وأمنيا، واتخذت الأجهزة العسكرية والأمنية في الساعات 48 الأخيرة اتخذت إجراءات استثنائية ربطا بمعطيات عن احتمال قيام خلايا نائمة تابعة لكتائب عبد الله عزام في لبنان أعمال أمنية قد تعيد إلى الأذهان صورا سوداء، وقد اتخذت إجراءات حدودية وأخرى في بعض المناطق ومنها محيط بعض المخيمات، وستعقد اجتماعات عسكرية وأمنية في الأسبوع المقبل لأجل اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية، كما لوحظ بأن الحواجز الأمنية الرسمية عند مداخل الضاحية الجنوبية شددت أيضا من إجراءاتها في الساعات الأخيرة. عن الأوضاع في سوريا نقرأ من القدس العربي، الجيش الحر يسيطر على جزء كبير من بلدة رنكوس بيري في دمشق، ومقاتلو المعارضة في ديزور ما بين ناري النظام وداعش. فقد أفادت الأنباء بأن وحدات تابعة للجيش السوري الحر تمكنت من السيطرة على جزء كبير من بلدة رنكوس إحدى بلدات منطقة التل بالقلمون في ريف دمشق. وذكر خبر نقلته وكالة المسار السورية للأنباء المحسوبة على المعارضة إن تلك الوحدات أحكمت من سيطرتها على جزء كبير من تلك البلدة الواقعة على طريق دمشق حمص، مشيرا إلى سقوط 3 قتلى من عناصر حزب الله و14 من قوات النظام في الاشتباكات التي اندلعت ما بين الجانبين. وأضاف الخبر بأن عناصر من الجيش السوري الحر نجحوا كذلك في تدمير 4 مركبات عسكرية تابعة للنظام، لافتا إلى اندلاع اشتباكات ضارية ما بين القوات الحكومية والمعارضين في شمال البلدة. تسجيل صوتي مسرب يفضح تورط الدوحة في التآمر على استقرار ليبيا، تحت هذا العنوان كتبت صحيفة العرب اللندنية. أثار تسجيل صوتي منسوب لمقربين من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا ومدير مكتب قناة الجزيرة القطرية أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والشعبية الليبية، كما أثار استياء وسخط شديدين لدى أهالي مدينة بني غازي بسبب ما تضمنه من تآمر على أمن ليبيا وسعى لاستباحة عرض الليبيات. يأتي الكشف عن هذا التسجيل الصوتي الذي فضح تآمر قطر على عملية كرامة ليبيا التي يقودها اللواء خليفة حفتر، فيما تزايدت الأصوات الغاضبة على الدور التخريبي الذي تلعبه قطر في ليبيا من خلال دعمها لميليشيات مسلحة مقربة من جماعة الإخوان. ختام جولتنا في الصحافة العربية، شكرا لكم.